السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمعتكم مباركة إن شاء الله. عاجل وهام، معلومات عن المسيرة يافا التي استهدفت تل أبيب، وإلى التفاصيل. كشف مصدر عسكري يمني معلومات عن الطائرة المسيرة يافا التي استخدمتها قوات صنعاء في استهداف تل أبيب. وقال المصدر في تصريح نقلته قناة الميادين إنه جرى تطوير المسيرة بعد اعتراض دول عربية للأسلحة اليمنية التي كانت تستهدف أم الرشراش، أي بعد 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. وأضاف المصدر أن مخزون السلاح من هذا النوع من المسيرات كبير جدا، وأنه ليس السلاح الأخير، مبينا أن حديث الأمريكي عن اعتراض طائرات غير دقيق. ولفت إلى أن العمليات العسكرية على يافا المحتلة تتزامن مع عمليات بحرية وفقا للأهداف التي أعلنها الجيش اليمني، مؤكدا أن كل العمليات لن تتوقف. كما أشار إلى أن بنك الأهداف في يافا متنوع ومتعدد ودقيق، إذ أنها لن تكون آمنة بعد اليوم مطلقا، مضيفا أن العملية تعد نجاحا عسكريا متقدما. أوضح المصدر أن البيان العسكري اليمني كشف الاستعداد التام لأي متغيرات، مشددا على أن العملية تأتي ضمن خطوات تصعيدية لن يتم التراجع عنها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.